مجلس إدارة الاتحاد السكندري أعلن تعيين أحمد ساري مديراً فنياً جديداً لفريق الكرة خلفاً لطارق العشري اللي قدم استقالته بعد تراجع نتائج الفريق. فريق الزمالك خاض تدريبه امبارح على ملعب النادي تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز استعداداً للفترة المقبلة. عقد المدير الفني جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران وشرح خلالها جوميز بعض الأمور الفنية والخططية لتنفيذها في التدريبات وطالب اللاعبين بالتركيز في التدريبات وبذل أقصى جهد. مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن امبارح تعاقده مع الإسباني فرناندو دلغادو لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء. والمنتخب الوطني لسيدات كرة اليد مواليد 2004 خسر أمام المنتخب الروماني بنتيجة 32-23 في تاني مواجهاته بالدور الرئيسي ببطولة العالم بمقدونيا في النسخة رقم 24 للبطولة واللي بتقام في الفترة من 19 ل 30 يونيو الجاري. نادي روما الإيطالي أعلن امبارح رسمياً عن تجديد عقد المدرب دانييلي دي روسي حتى يونيو 2027 بعد توليه المسؤولية خلفاً لجوزيه مورينيو واللي رحل عن تدريب الفريق في يناير. منتخب النمسا فاز على منتخب هولندا بنتيجة 3-2 في المباراة اللي جمعت المنتخبين على الملعب الأولمبي في برلين في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا. بتتصدر النمسا ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بينما تأتي هولندا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط. بيتأهل المنتخبين لدور 16 وتأهلت هولندا كأفضل ثالث في مجموعات اليورو الأربعة. كمان منتخب فرنسا اتعادل إيجابياً مع منتخب بولندا بنتيجة 1-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024. بيحتل منتخب فرنسا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط بينما يأتي منتخب بولندا في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة. منتخب إنجلترا اتعادل سلبياً مع سلوفينيا 0-0 في المباراة اللي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية. بكده بتتصدر إنجلترا المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط فيما تحتل سلوفينيا المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط. ومنتخب صربيا اتعادل مع منتخب الدنمارك سلبياً في المباراة اللي جمعت المنتخبين على ملعب أليانز أرينا ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية. بالتعادل ده حسم المنتخب الدنماركي تأهله لدور 16 في اليورو 2024 بعد احتلاله للمركز الثاني برصيد 3 نقاط في المقابل وأدعت صربيا البطولة بعد احتلالها المركز الأخير بنقطتين فقط. منتخب كندا حقق الفوز على منتخب بيرو بنتيجة 1-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا 2024. وصل منتخب كندا للنقطة الثالثة بينما بيتجمد رصيد بيرو عند نقطة واحدة. ومنتخب الأرجنتين كمان حقق الفوز على منتخب تشيلي بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعت بينهم في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكوبا أمريكا. وبالنتيجة دي بيرتفع رصيد المنتخب الأرجنتيني لست نقاط في صدارة المجموعة الأولى وبيتأهل رسمياً للدور القادم من بطولة كوبا أمريكا 2024 بينما بيأتي منتخب تشيلي في المركز الثالث بنقطة واحدة.